السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الألبان. مع حضراتكم مهندس محمد أحمدي عبد الرحمن، موجه أول ألبان بوزارة التربية والتعليم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع حضراتكم بالنسبة لطلبة الصف الثالث الزراعي، هنتكلم عن خطوات صناعة الجبن المطبوخ، وهنتكلم مع حضراتكم عن إن شاء الله إيه هي بعض العيوب الجبن الجاف. في البداية أنا هعمل مراجعة سريعة على الجزء اللي أخدناه في الحلقات الماضية. فاحنا أخذنا في الحلقات الماضية تكلمت عن الاشتراطات الواجب مراعاتها عند إنشاء معامل ومصانع الألبان، وتكلمنا عن أسس تقسيم الجبن. طبعا بيجي في الامتحان آخر العام ويقول لي بعض الأسئلة هنرجعها مع بعض كده. فمثلا ممكن يقول لي أكمل العبارات الآتية: واحد، يستخدم اختبار الحديد الساخن نقط للحكم على تمام عملية الشطرنج. يستخدم اختبار نقط للحكم على عملية الشطرنج. تمام؟ أنا سامع طالب بيقول لي اختبار الحديد الساخن. تمام، الله ينور عليك. فعلا اختبار الحديد الساخن هو الاختبار اللي أنا بستخدمه علشان أعرف إن أنا وصلت لي تمام عملية الشطرنج. عندي سؤال أكمل برضو بيقول لي: تستعمل السوربات في غسيل أسطح أقراص الجبن في صورة محلول نقط. تمام، في النقط دي يا أولاد هنقول إيه؟ هنقول 1/10%، لأن إحنا بنستخدم السوربات لغسيل أسطح أقراص الجبن بعد عملية التمليح بنسبة 1/10%، والنسب دي لازم نحفظها كويس علشان بتيجي في الامتحان بنفس الصيغة اللي أنا بتكلم مع حضراتكم عنها دلوقتي. بعد كده يقول لي أكمل برضو: تصافي الجبن الجاف بين قوسين الرأس من لبن خليط نقط. في النقط دي كم يا أولاد؟ سامع حد بيقول لي 10 إلى 12%. يبقى تصافي الجبن الجاف اللي هو الرأس من لبن خليط نقط، في النقط دي هيكون 10 إلى 12%. بعد كده برضو عندي نقطة أكمل مهمة خالص بيقول لي إيه: من المنظفات الحمضية التي تستخدم في مصانع ومعامل الألبان نقط ونقط ونقط. تمام، يبقى عايز يعرف من حضرتك إيه هي أمثلة المنظفات الحمضية. فاحنا هنقول له هنا في النقط الاولى حمض السوربيك وحمض الفوسفوريك وحمض النيتريك. تمام يا اولاد. طيب في برضو سؤال كده ممكن يجي يقول لي: علل يعني اذكر السبب، قول لي ليه يفضل استعمال العبوات البلاستيك في تعبئه منتجات الالبان. ليه انا بستخدم العبوات بتاعه البلاستيك في تعبئه منتجات الالبان؟ تمام، سامع حد بيقول لي علشان انا بستعمل عبوه العبوات الزبادي مره واحده. تمام، يبقى فعلا لو جه سؤال وقال لي يفضل استعمال العبوات البلاستيك في تعبئه منتجات الالبان، هنقول له لانه استعمال العبوه مره واحده يقلل من فرص الاصابه، وانه البلاستيك بيعتبر خفيف الايه الوزن. تمام، في برضه نقطه علل بيجي يقول لي ايه: علل يعني اذكر السبب، قول لي ليه برضو. طريقة التعقيم بالكيماويات اكثر استخداما في تعقيم ادوات الالبان. تمام، الاجابة ليه يا اولاد؟ لما لها من تأثير قاتل للميكروبات علاوة على عدم سميتها. تمام، ده الايه الاجابة. طيب ممكن برضو يجي سؤال برضو في صورة سؤال مقال فيقول لي ايه: للمنفحة اهمية في صناعة الجبن، اذكر صفات المنفحة السائلة الجيدة.
يعني هو هنا عايز من حضرتك تقول له ايه هي صفات المنفحة السائلة الجيدة. طبعا اول صفة من صفات المنفحة السائلة الجيدة لها رائحة حيوانية خفيفة، 2 ان تكون متجانسة، 3 ان تكون ذو جودة عالية، 4 خالية من اي مواد ضارة بالصحة، 5 ذو قوة تجبنية عالية. تمام يا اولاد؟ طيب ممكن برضو يجي سؤال ويقول لي في امتحان اخر العام ما الاسس التي يتم عليها تقسيم الجبن. انا برضو اتكلمت مع حضراتكم عن اسس تقسيم الجبن وقلت ان انا عندي 3 اسس بيتم تقسيم الجبن عليها، اللي هو اول حاجة على اساس نسبة الدهن، 2 على اساس عامل التسوية، 3 على اساس نسبة الرطوبة. تمام يا اولاد؟ ده بالنسبة لمجموعة اسئلة كده في بداية الحلقة. احب ان كل الطلبة تركز على الأسئلة اللي احنا بنقولها دي لأنها أسئلة مهمة جدا. النهاردة إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن الجبن المعامل أو الجبن المطبوخ. الجبن المعامل هو الجبن المطبوخ، هو الجبن المثلثات. تمام يا أولاد؟ طيب مبدئيا أنا عايز أعرف مع حضراتكم إيه هو المقصود بتعريف الجبن المطبوخ. الجبن المطبوخ هو عبارة عن خلط وتسخين عدة دفعات من الأجبان مع إضافة أملاح الاستحلام. يبقى الجبن المطبوخ أو الجبن المعامل لما نيجي نعرفه أو يجي في الامتحان ويقول لي ما المقصود بالجبن المعامل، حضرتك تبقى عارف إن الجبن المعامل هو الجبن المطبوخ، هو الجبن المثلثات. طب إيه هو المقصود به؟ هو عبارة عن خلط وتسخين عدة دفعات من الأجبان مع إضافة أملاح الاستحلام. تمام يا أولاد؟ طيب إيه هي مميزات الجبن المطبوخ أو إيه هو الغرض من الجبن المطبوخ؟ أول حاجة يعتبر مصرف للجبن الذي يظهر فيه بعض العيوب. يعني الجبن المعامل أو المطبوخ لو أنا عندي كمية من الأجبان المختلفة زي ما هنقول دلوقتي، سواء الجبن الرأس أو الشيدر أو أنواع الجبن الطري، ولقيت أنه ممكن الجبن ده هو هتظهر عليه بعض مظاهر الفساد، ممكن أنا قبل ما يظهر عليه مظاهر الفساد أبتدي أدخله في صناعة الجبن الإيه؟ المطبوخ. يبقى هو مصرف للجبن الذي يظهر فيه بعض العيوب. تاني ميزة من مميزات الجبن المطبوخ إن هو مصرف للجبن الفائض. يعني لو أنا عندي كمية من الأجبان سواء كان الجبن الطري أو سواء كان الجبن الرأس أو الشيدر وعندي كمية زايدة، ممكن إن أنا أدخلها في صناعة الجبن الإيه يا أولاد؟ المطبوخ. بعد كده سهل التداول، سهل الجبن المطبوخ في عملية الإيه؟ التداول. بعد كده سهل التدعيم بالمغذيات المختلفة. الجبن المطبوخ يا أولاد يمكن هو الجبن الوحيد اللي بيصنع من مجموعة من الأجبان. يعني لو احنا جينا نبص على الجبن الطري زي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل كده، سواء كان جبن الدمياطي أو الدبل كريم أو القريش، كل أنواع الجبن دي بتصنع من لبن وقد يضاف إليه قشدة وقد يتم نزع نسبة الدهن منه وهكذا. لكن الجبن المعامل أو المطبوخ بيصنع من مجموعة من الأجبان المختلفة. علشان كده يمكن أن أنا أضيف للجبن المطبوخ أثناء عملية الطبخ، ممكن أن أنا أضيف له مثلا لحم مفروم، أضيف له مثلا لانشون علشان أرفع من القيمة الغذائية. إذن سهل التدعيم بالمغذيات المختلفة. طيب ايه هي خطوات صناعة الجبن المطبوخ؟ خطوات صناعة الجبن المطبوخ زي ما حضراتكم شايفين معايا، اول خطوة اختيار الاجبان، 2 التشذيب والتنظيف، 3 الفرم والطحن، 4 الخلط، 5 الطبخ، 6 عملية التعبئة، 7 التخزين. في البداية هنختار الأجبان إزاي؟ احنا قلنا في البداية إنه الجبن المطبوخ
هو عبارة عن خلط وتسخين مجموعة من الأجبان المختلفة وإضافة أملاح الاستحلال، تمام يا أولاد؟ طيب الأجبان دي هنضيفها بنسبة كام؟ هنضيف الجبن الشيدر المسوى بنسبة 25%، وحنضيف الجبن الرأس والأجبان الطازجة الطرية بنسبة كام؟ 75%. إذن بيتم اختيار الأجبان عن طريق 25% من الكمية جبن شيدر و 75% جبن رأس طازج وأجبان أخرى. الخطوة رقم 2 التشذيب والتنظيف. التشذيب والتنظيف زي ما اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة الأخيرة إن احنا بعد عملية الكبس بنعمل عملية تشميع للقرص، فطبعا القرص بيكون محاط بطبقة من الشمع، فعلشان أعمل عملية طبخ للجبن فلابد إن أنا أتخلص من الطبقة الشمعية، فإحنا بنتخلص من الطبقة الشمعية عن طريق عملية التشذيب والتنظيف اللي هو إزالة الطبقة الشمعية. بعد كده يا أولاد بنعمل عملية الفرم والطحن، بنجيب الجبن الشيدر أو الجبن الرأس ونعمل للجبن عملية فرم، بعد كده بنعمل عملية الخلط. هنا بقى بيتم عملية الخلط عن طريق إضافة الجبن الرأس والجبن الشيدر وأملاح الاستحلاب وقليل من الماء إذا كان قوام الجبن يعني عايز نسبة من المياه، ويمكن إن أنا أضيف نسبة من اللانشون أو اللحم المفروم وهكذا. بعد كده عملية الإيه يا أولاد؟ الطبخ. بتتم عملية الطبخ عن طريق وضع الخامات في حلة الطبخ، حيث بيسخن الجبن مباشرة بالبخار على درجة حرارة 85 إلى 90 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. يبقى مهم من حضرتك تبقى عارف إن خطوة الطبخ بتتم على درجة حرارة 85 إلى 90 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. بعد كده 6 عملية التعبئة. بعد كده الخطوة الأخيرة التخزين، وهنا بيخزن الجبن المعامل أو المطبوخ على درجة حرارة 5 درجة مئوية لمدة 3 شهور، تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة لخطوات صناعة الجبن المطبوخ، وأنا عايز الطلبة تركز على خطوات الصناعة. هنا بيجي في الامتحان بيقول لي ما الغرض من صناعة الجبن المطبوخ؟ اللي هو مميزات الجبن المطبوخ، تمام، اللي احنا لسه قايلينها، مصرف للجبن الزائد، مصرف للجبن الذي تظهر به بعض العيوب، يعتبر سهل التدعيم وهكذا. طيب بعد كده بيجي برضو سؤال مهم خالص وانا عايز الناس تركز عليه، رتب الخطوات التالية ترتيبا صحيحا عند صناعة الجبن المعامل بين قوسين المطبوخ، تمام يا أولاد؟ يعني الخطوات اللي احنا لسه قايلينها اللي هو اختيار الأجبان، التنظيف والتشذيب، الفرم، بعد كده عملية الخلط، الطبخ، التعبئة، حتى عملية الحفظ في النهاية، بيجيب لي الخطوات وبيكون طالب من حضرتك ترتب الخطوات، تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة لي ترتيب خطوات صناعة الجبن المطبوخ. بعد كده عندي في اتجاهات حديثة في صناعة الجبن، الاتجاهات الحديثة في صناعة الجبن. من أشهر هذه الاتجاهات الترشيح الفائق أو الترشيح الدقيق، تمام يا أولاد؟ طيب إيه اللي بيتم أو بتتم إزاي عملية الترشيح الفائق أو الدقيق؟ طريقة بتتم عن طريق فصل ميكانيكي باستخدام مرشحات، المرشحات دي خاصة ذات أغشية معدنية تقوم باحتجاز كل الجزيئات ذات الأقطار ما بين 1 إلى 10 ملي ميكرون. إذن بكل بساطة عملية الترشيح الدقيق اللي هو عملية الترشيح الفائق بتتم عن طريق فصل ميكانيكي من خلال أغشية، هذه الأغشية أغشية سيلولوزية أو معدنية بتقوم باحتجاز كل الجزيئات اللي أقطرها من 1 إلى
10 ملي ميكرون. تمام يا أولاد؟ طيب إيه هي مميزات الترشيح الدقيق أو الفائق؟ إحنا عرفنا إنه من أبرز الاتجاهات الحديثة في صناعة الجبن هو استخدام الناتج من الترشيح الدقيق أو الفائق. طب يلا ما نشوف مع بعض كده إيه هي مميزاته. أول ميزة زيادة تصافي الجبن الناتج بمعدل 25%. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي كمية من اللبن المرشح وليكن 100 كيلو وكمية برضو من اللبن الغير مرشح، الكمية اللبن الغير مرشح 100 كيلو وليكن هيديني 25 كيلو جبن، يعني كل 100 كيلو لبن هيعطي 25 كيلو جبن. لو اللبن بقى مرشح 100 كيلو هيدي 50 كيلو جبن. إذا كده زاد التصافي بمعدل 25%. بعد كده يا أولاد توفير نسبة المنفحة بحوالي 90%. وأنا اتكلمت مع حضراتكم عن المنفحة قبل كده، وقلنا المنفحة هي عبارة عن المستخلص الإنزيمي للمعدة الرابعة للعجول الرضيعة أو الماشية الكبيرة. طيب إحنا هنا هنوفر المنفحة بنسبة 90%. طيب مثال، لو أنا عندي كمية من اللبن وأنا كمية اللبن ديت عايزة وليكن 100 سنتي منفحة، لأ لو اللبن ده مرشح بقى هتاخد 10 سنتي بس، هوفر كده قدي منفحة 90% منفحة. تلاتة، توفير نسبة الملح بحوالي 90%. برضو نفس الموضوع، لو أنا برضو عندي كمية من اللبن الغير مرشح عايزة 10 كيلو ملح، لو اللبن ده مرشح هتاخد كام يا أولاد؟ هتاخد كيلو، وأوفر كام؟ 9 كيلو. يبقى أنا كده برضو بوفر نسبة الملح بحوالي 90%. أربعة، اختصار وقت الصناعة. اختصار وقت الصناعة. خمسة، تخفيض عدد العمال. يعني كمية اللبن الغير مرشح لو هي بتاخد وليكن 20 عامل، كمية اللبن المرشحة تاخد 4-5 عمال. يبقى أنا كده برضو بأخفض عدد الإيه أولاد؟ عدد العمال. بعد كده سهولة عملية التعبئة. سهولة عملية التعبئة. آخر حاجة، تقليل نسبة التلوث في البيئة. تقليل نسبة التلوث في البيئة. إذن لو جه سؤال في الامتحان وقال لي أذكر مميزات صناعة الجبن من الترشيح الفائق أو الدقيق، هنقول له السبع مميزات دولي بسرعة كده: زيادة تصافي الجبن الناتج بمعدل 25%، توفير نسبة المنفحة بحوالي 90%، توفير نسبة الملح بحوالي 90%، اختصار وقت الصناعة، تخفيض عدد العمال، سهولة عملية التعبئة، بعد كده تقليل نسبة التلوث في البيئة. طيب عايزين نتكلم عن طرق الإسراع من تسوية الجبن. إزاي إحنا نعمل عملية تسوية للجبن؟ عندي يا أولاد 5 طرق. بالخمس طرق دولي يمكن إن أنا أعمل عملية تسوية للجبن. الطريقة الأولى، التسوية على درجات حرارة مرتفعة. أول طريقة يا أولاد، التسوية على درجات حرارة مرتفعة. والطريقة دي بيعتبر أبسط الطرق وغير مكلفة، ولكنها لا تصلح لكل أنواع الجبن. يبقى أن أنا أسوي الجبن الجاف على درجات حرارة مرتفعة، هي طريقة غير مكلفة وبسيطة، ولكن هذه الطريقة لا تصلح لمعظم أنواع أو كل أنواع الإيه يا أولاد؟ الجبن. تاني طريقة من طرق التسوية، استخدام بادئات معدلة. والبادئات المعدلة دي هي برضو نفس السلالات البادئ. تلاتة، استخدام البادئ السنوي. أربعة، إضافة إنزيمات خارجية. تمام؟ طيب أنا هضيف إنزيمات خارجية عن طريق الإيه؟ عن طريق المنفحة. ما احنا قلنا قبل كده إن المنفحة بتحتوي على نوعين من الإنزيمات، إنزيم البيبسين وإنزيم الرنين. وقلنا الرنين ده إنزيم مسؤول عن عملية التجبل، ولكن إنزيم البيبسين هو المسؤول عن عملية التسوية. ف
فكون ان انا اضيف انزيمات خارجية تمام، يبقى هيقوم دو الانزيم البيبسين بدور كبير في عملية التسوية. بعد كده خمسة، اضافة معلقات الجبن، ومعلقات الجبن دي هي عبارة عن جزء من خصرة الجبن، يعني انا بجيب جزء او قطعة من الخصرة واضيفها على اللبن وبالتالي يسرع في عملية التسوية. إذن لو جه برضو سؤال في الامتحان وقال لي أذكر طرق الإسراع في تسوية الجبن، يبقى أنا عندي كم طريقة يا أولاد؟ عندي خمس طرق تمام معايا. واحد، التسوية على درجات حرارة مرتفعة، استخدام بادئات معدلة، استخدام البادئ السنوي، إضافة إنزيمات خارجية، خمسة إضافة معلقات الجبن. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض ايه هي طرق الإسراع من عملية التسوية. طيب ايه هي عيوب الجبن بقى؟ لما نيجي نتكلم عن عيوب الجبن بنقول انه عندي نوعين من الجبن. انا اتكلمت مع حضراتكم عن الجبن الطري، واتكلمنا عن الجبن اللي هو الجاف. اتكلمنا عن الجبن الطري، عن الجبن الدمياطي، الدبل كريم، القريش وهكذا. بعد كده اتكلمت مع حضراتكم عن الجبن الجاف، واتكلمنا عن الجبن الرأس والجبن اللي هو التشيدر. عايزين نبدأ بعيوب الجبن الطري تمام. هنتكلم في البداية عن عيوب الجبن الايه يا اولاد؟ الطري. هنا عندي العيب وهنا عندي السبب تمام. فانا عندي ست عيوب بست اسباب. نشوف كده العيب الاول في الجبن الطري، الثقوب الغازية. ايه سبب الثقوب الغازية؟ تلوث اللبن او الخسرة بالميكروبات الغازية. يعني اللبن اللي انا دخلته في صناعة الجبن الدمياطي وليكن كان فيه تلوث بالميكروبات الغازية، او الخسرة حصل عملية تلوث بالميكروبات الغازية بالتالي يدي الثقوب الغازية تمام. ده العيب الاول. تاني عيب اللي هو ديدان الجبن. طيب ايه هو سبب ديدان الجبن يا اولاد؟ عدم نظافة صالة التصنيع. صالة التصنيع بتكون غير نظيفة، وبالتالي ده بيؤدي لنمو ديدان الجبن. طيب العيب التالت، الملوحة الزائدة تمام. الملوحة الزائدة، سبب الملوحة الزائدة في الجبن زيادة كمية الملح تمام. يعني لو انا جيت باكل قطعة من الجبن يعني ولقيت الطعم بتاعها مالح، الطبيعي يكون في زيادة في كمية الملح. بعد كده شوائب بالجبن، سببه عدم نظافة الملح المستخدم. يعني حضرتك ممكن تجيب اللبن وتعمل للبن عملية تصفية وتصنع اللبن، وبعد ما تصنع اللبن وتضيف الملح تبص في النهاية تلاقي في بعض الشوائب بالرغم ان حضرتك صفيت او عملت عملية التصفية. طب المشكلة جت منين؟ المشكلة جت من الملح، فالملح كان ماله، كان غير نظيف. بعد كده تجلد الجبن، عملية التجلد ديت سببها زيادة كمية المنفحة. وانا بضيف المنفحة يا اولاد زودت كمية المنفحة، وبالتالي ادى نوع من التجلد بالنسبة للجبن. بعد كده تفتت الجبن، تفتت الجبن. وسبب تفتت الجبن يا اولاد هو رج الصفائح اثناء عملية النقل. يبقى انا عندي ست عيوب بالنسبة للجبن الطري. العيب الاول الثقوب الغازية، ديدان الجبن، الملوحة الزائدة، شوائب بالجبن، بعد كده تجلد الجبن، بعد كده تفتت الجبن. طبعا السؤال هنا دايما بيجي في صورة علل، يعني اذكر السبب. فيقول لي ايه؟ علل الثقوب الغازية في الجبن الطري. فحضرتك مطلوب من حضرتك هنا ايه؟ تقول لي ايه هو السبب. فانت تقول له وذلك نظرا لتلوث اللبن او الخسرة بالميكروبات الغازية. ممكن يقول لك برضو ايه؟ برضو سين، الملوحة الزائدة في الجبن الطري او في الجبن الدمياطي مثلا. يبقى حضرتك هتقول له السبب اللي هو وذلك بسبب زيادة كمية الملح تمام. ده بالنسبة لعيوب الجبن الايه يا اولاد؟ الطري.
بعد كده بقى عيوب الجبن الجاف. بالنسبة لعيوب الجبن الجاف، احنا قسمنا العيوب لثلاث عيوب: عيوب خاصة بالمظهر، وعيوب خاصة بالقوام، وعيوب خاصة بالطعم. تمام يا أولاد؟ يبقى احنا في الجبن الطري قلت عندي ست عيوب، ولكن لما نيجي نتكلم عن عيوب الجبن الجاف بنقسمها في البداية لثلاث عيوب: عيوب خاصة بالمظهر بالشكل العام، وعيوب خاصة بالقوام، وعيوب خاصة بالطعم. تمام يا أولاد؟ خلينا نشوف أول عيب اللي هو عيوب المظهر. عندي عيبين يا أولاد في عيوب المظهر. العيب الأول تشقق الجبن. أبص ألاقي القرص بتاع الجبن الجاف فيه شقوق ظهرة كده. طيب إيه هو سبب تشقق الجبن؟ سرعة التهوية وترك الجبن فترة طويلة قبل عملية التشميع. برضو الحلقة الماضية لما ورينا حضراتكم شكل القرص، أول ما بيطلع من تحت المكبس يقعد يومين أو ثلاثة، وبعد كده يخش على عملية التشميع. أنا هنا بقى عملت عملية اللي هو الكبس وسبت الجبن برة فترة طويلة، وبالتالي اتعرض للتهوية. تمام؟ وبالتالي حصل له عملية ايه يا أولاد؟ تشقق. يبقى تشقق الجبن الجاف سببه سرعة التهوية وترك الجبن فترة طويلة قبل عملية التشميع. بعد كده عملية انبعاج القرص. القرص كده بيحصل له عملية ايه؟ بيوسع. طب ليه يا أولاد؟ عدم تقليب الأقراص في غرف التسوية. طبعا غرف التسوية المفروض انه كل يوم انا بقلب القرص، فعدم تقليب الأقراص في غرف التسوية بيؤدي الى انبعاج القرص. يبقى عندي كده عيبين من عيوب المظهر. بعد كده عندي عيوب القوام. كم عيب في القوام؟ عندي قوام محبب، عندي قوام عجيني، عندي قوام فليني، عندي قوام مفتوح، عندي قوام اسفنجي. كم عيب من عيوب القوام يا أولاد؟ خمسة. تمام. العيب الأول اللي هو القوام المحبب. القوام المحبب سببه عدم تقليب الخصرة وبالتالي ارتفاع حموضتها. يعني وإحنا بنعمل عملية الصمت المفروض إن إحنا بنعمل عملية تقليب للخصرة، وطبعا زي ما إحنا عرفنا إنه عملية الصمت في جبنة شيدر بتتم على درجة حرارة 30 إلى 40 درجة مئوية في زمن قدره كام يا أولاد؟ ساعة. تمام. أنا هنا ما قلبتش الخصرة وبالتالي هيؤدي لارتفاع الحموضة. تاني عيب اللي هو القوام العجيني. القوام العجيني سبب القوام العجيني اللي هو زيادة نسبة رطوبة الايه يا أولاد؟ الخصر. زيادة رطوبة الخصر. بعد كده عندي القوام الفليني اللي هو جاف شبيه بالفل كده يعني. طب ايه هو سببه؟ زيادة فقد الدهن بالشرش. تمام؟ انا حصل عملية فقد للدهن في الشرش. بعد كده عندي القوام المفتوح، وسبب القوام المفتوح هو عدم جودة الكبس. عدم جودة الكبس يعني احنا قلنا قبل كده انه عملية الكبس يجب ان تتم تدريجيا. هنا لو ما تمش تدريجيا بيحدث عملية يعني ايه في مشكلة اللي هو القوام المفتوح وسببه عدم جودة يا أولاد الكبس. بعد كده عندي القوام الإسفنجي. القوام الإسفنجي وده سببه التلوث بالميكروبات الغازية. التلوث بالميكروبات الغازية. يبقى عندي بالنسبة لعيوب القوام خمس عيوب: قوام محبب، قوام عجيني، قوام فليني، قوام مفتوح، قوام إسفنجي. كل العيوب ديت برضو تيجي على صورة علل، يعني أذكر السبب. هو يجيب لي العيب وحضرتك تقول السبب. مثال مثلا يقول لي علل، أذكر السبب. القوام المحبب في الجبن الجاف، الإجابة هتكون يا أولاد عدم تقليب الخصرة وارتفاع حموضتها.
تمام. بعد كده عندي عيوب الطعم. بالنسبة للطعم عندي عيبين يا أولاد، عندي الطعم البروتيني ده العيب الأول، والعيب الثاني اللي هو الطعم الايه المر. بالنسبة للطعم البروتيني ده سببه عدم تمام النضج، يعني ما حصلش عملية نضج للجبن، وبالتالي لو حضرتك أكلت من الجبن كده هتحس إن الطعم بتاعها طعم بروتيني. العيب التاني اللي هو الطعم المر، والطعم المر ده سببه تلوث البادئ ببكتيريا متجرثمة غالبا ما تكون محللة للبروتين. هنا أنا أديت حضرتك بعض الأمثلة بتيجي في الامتحان، فيقول لي علل الثقوب الغازية في الجبن الدمياطي، علل القوام المحبب في الجبن الجاف، علل الطعم البروتيني في الجبن الجاف. طبعا كل الأسئلة دي يا أولاد مطلوب ان احنا نقول له ايه هو عيب الحاجات دي. كده انا خلصت مع حضراتكم الجبن الجاف، واتكلمنا فيها عن عيوب الجبن الجاف وطرق الاسراع من تسوية الجبن الجاف، واتكلمت عن عيوب الجبن الجاف. هندخل على وحدة جديدة خالص، المنتجات الدهنية. تمام يا أولاد، المنتجات الدهنية إن شاء الله هندرس مع بعض ثلاث منتجات دهنية. المنتج الأولاني وهو القشدر، وتاني منتج إن شاء الله هناخده مع بعض اللي هو الزبد، والمنتج الثالث اللي هو السمن. يبقى المنتجات الدهنية عندي ثلاث منتجات، المنتج الأول اللي هو القشدر، المنتج الثاني الزبد، المنتج الثالث اللي هو السمن. احنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن اول منتج اللي هو القشدة. بيجي يقول لي عرف القشدة. القشدة هي عبارة عن الناتج اللبني الغني في نسبة الدهن، والمتحصل عليها من اللبن بطريقة الترقيد او الطرد المركزي. قشدة هي ناتج لبني غني في نسبة الدهن، متحصل عليه منين؟ من اللبن بطريقتين، إما طريقة الترقيد أو طريقة الطرد المركزي. وأنا عايز أوضح لأعزائي الطلبة إن القشدة نسبة الدهن فيها أقل من الزبد، وفي نفس الوقت إن الزبد نسبة الدهن فيه أقل من السمن، يعني فبالتدريج نسبة الدهن في القشدة، بعد كده في الزبد تزيد، بعد كده في السمن تزيد أكتر. تمام؟ يبقى بالنسبة لتعريف القشدة هي عبارة عن ناتج لبني غني في نسبة الدهن، والمتحصل عليها من اللبن بطريقة الترقيد أو الطرد الأولاد المركزي. بعد كده عايز أتكلم مع حضراتكم عن طرق الحصول على القشدة. احنا بنحصل على القشدة دي ازاي؟ بنحصل على القشدة بطريقتين. الطريقة الاولى طريقة الجاذبية الارضية بين قوسين الترقيد. تمام؟ هنا بنحصل على القشدة، او الاساس في الحصول على القشدة هو قوة الجاذبية الارضية، حيث تؤثر قوة الجاذبية الأرضية على كل من الدهن وباقي مكونات اللبن. يعني اللبن طبعا زي ما قلنا قبل كده في مكونات كبرى ومكونات صغرى. أنا عندي خمس مكونات كبرى وأربع مكونات صغرى. الدهن ده يعتبر مكون لوحده، وباقي مكونات اللبن مكون تاني. فأنا عندي في اختلاف بين كثافة كل من الدهن وباقي مكونات اللبن. تمام يا أولاد؟ فبنبص نلاقي إنه الدهن كثافته أقل من كثافة باقي مكونة اللبن، وبالتالي بيصعد الدهن على السطح مكون طبقة القشدة. طب لو ادينا مثال هنقول إيه؟ لو أنا جبت كمية من المية وضفت عليها كمية من الزيت، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ هنبص نلاقي
انه الزيت بيطفو على السطح، تمام؟ طيب ليه؟ لان كثافة الزيت اقل من كثافة المية، وبالتالي بيطفو الزيت على السطح. نفس الموضوع بالنسبة لطريقة الجاذبية الارضية، وازاي انا بأحصل على القشدة. قلنا بتؤثر قوة الجاذبية الارضية على كل من الدهن وباقي مكونات اللبن على اساس كثافة كل منهم. طب احنا بنلاحظ ايه يا اولاد؟ بنلاحظ ان الدهن اقل كثافة من باقي مكونات اللبن، لذا بيصعد على السطح مكون طبقة الايه يا اولاد؟ القشدة. ده بالنسبة لاول طريقة من طرق الحصول على القشدة اللي هو طريقة الجاذبية الأرضية، اللي هو طريقة الايه يا اولاد؟ الترقيم. هنا رسم بيوضح ازاي الدهن بيطفو على السطح. فهنا في الشكل الاول ده حبيبات الدهن، بعد كده بتبتدي تصعد لأعلى، وهنا بتصعد زي ما حضراتكم شايفين، تمام، تجاه السهم يعني، بعد كده تصعد لغاية ما تبتدي تكون طبقة القشدة على السطح زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة لطريقة الجاذبية الأرضية. تاني طريقة بقى بنحصل بها على القشدة، اللي هو فصل قشدة اللبن كامل الدسم بالقوة الطاردة المركزية، اللي هو الفرز، اللي هو الفراز يعني، تمام يا أولاد؟ يعني الطريقة التانية قشدة أو فصل قشدة اللبن كامل الدسم بالقوة الطاردة المركزية اللي هو الفراز، تمام؟ طب يلا كده ما نشوف شكل الفراز. طبعا ده شكل الفراز اللي من خلاله بنعمل عملية فرز أو حصول على القشدة. طبعا ده شكل الفراز، ودلوقتي هنوضحه أكتر. ده شكل مخروط الفراز، ده شكل مخروط اللي هي أولاد الفراز. ومخروط الفراز من الحاجات المهمة جدا اللي أنا عايز الطلبة تركز فيها، لأنه بيعتبر فك مخروط الفراز مهارة من المهارات العملية اللي حضرتك بتمتحن فيها آخر السنة. وتركيب مخروط الفراز بيعتبر برضو مهارة من المهارات العملية اللي حضرتك بتمتحن فيها آخر العام. فمطلوب من حضرتك تعرف كيفية فك مخروط الفراز وكيفية تركيب مخروط الفراز. الشكل اللي واضح قدام حضراتكم بيبين انه اللون الازرق اللي هو ده كده يا اولاد، ده بيعبر عن اللبن كامل الدسم، تمام يا اولاد؟ يبقى اللون الازرق بيعبر عن اللبن كامل الدسم. بعد كده عندي اللون الوردي اللي هو ده كده بالظبط، بيبين او بيعبر عن القشدة. بعد كده عندي اللون الاخضر، وده بيعبر عن اللبن الفرز اللي هو ده. ده بس شكل للمخروط، وازاي اللبن بياخد الحركة بتاعته داخل مخروط الفراز. طيب هنا بقى بنقول شكل الفراز. في البداية خالص انا عايز اركز مع حضراتكم على اجزاء مخروط الفراز، اجزاء مخروط الفراز. طبعا هو عبارة عن مهارتين في المهارات العملي، فك مخروط الفراز مهارة، وتركيب مخروط الفراز مهارة. وفي نفس الوقت بيجي في الامتحان النظري بيقول لي ركب مخروط الفراز تركيبا او ركب مخروط الفراز تركيبا صحيحا من اسفل الى اعلى، تمام؟ يعني من القاعدة حتى صامولة القفل، تمام؟ فهنا لما نيجي نبص على اجزاء مخروط الفراز، عندي اول جزء من اجزاء مخروط الفراز يا اولاد اهوت، ده قاعدة مخروط الفراز، نركز شوية. وطبعا في المدارس المفروض
انه انتوا هتشوفوا الحاجات دي على الطبيعة في المدارس، ولكن هنا بس ايه ركزوا معايا، ده قاعدة المخروط. تمام يا اولاد؟ بعد كده عندي حلقة كاوتشو اللي هي الحلقة اللي لونها اسود دي. تمام يا اولاد؟ والحلقة الكاوتشوك دي بيكون وظيفتها منع تسرب الايه اللبن. ده يبقى اول حاجة في تركيب، احنا كده بنركب مخروط الفراز، اول حاجة في التركيب القاعدة، بعد كده الحلقة الكاوتشوك، بعد كده عندي الموزع. تمام؟ الموزع ده يعتبر الجزء الثالث في عملية الايه التركيب. بعد كده عندي حاجة اسمها الطبق السفلي، اهوت يا اولاد، ده الطبق الايه السفلي. بعد كده عندي مجموعة الاطباق، اهيت دي مجموعة الايه الاطباق. ولو بصينا لمجموعة الاطباق والطبق السفلي هنلاقي انه مجموعة الاطباق شكلها هو بالظبط شكل الطبق السفلي، ولكن في اختلاف بسيط خالص في الطبق السفلي، ان الطبق السفلي بيوجد بعض البروز او النتوء من الداخل والخارج. يبقى الطبق السفلي بيحتوي على مجموعة من النتوء او البروز من الداخل والخارج، لكن مجموعة الاطباق بتحتوي على البروز او النتوء من الخارج فقط. طيب وظيفة الأطباق ديت برضو إيه؟ وظيفة الأطباق إنه اللبن بيمر من خلالها على هيئة طبقات رقيقة يسهل فرزها. تمام؟ يبقى وظيفة الأطباق يمر اللبن من خلالها على هيئة طبقات رقيقة يسهل فرزها. والأطباق عدد الأطباق بيتراوح من 10 إلى 25 طبق، وبيختلف على حسب نوع او على حسب حجم الفراز. تمام يا اولاد؟ بعد كده عندي الغطاء الداخلي، ده كده بالظبط اهوت يا اولاد شكل الغطاء الداخلي. والغطاء الداخلي وظيفته ان هو مجمع للايه القشده. تمام؟ بعد الغطاء الداخلي في عندي حاجه اسمها الغطاء الخارجي، ده اسمه الغطاء الايه الخارجي. تمام يا اولاد؟ بعد الغطاء الخارجي او القمع اللي هو الخارجي حاجة اسمها صامولة القفل، اللي هي دي صامولة الايه القفل. يبقى دلوقتي عايزين نعرف مع بعض كيفية تركيب مخروط الفراز. احنا بنركب مخروط الفراز ازاي؟ اول حاجة يا اولاد، اول جزء من اجزاء مخروط الفراز عند التركيب القاعدة، تاني حاجة حلقة كاوتشوك، بعد كده الموزع تلاتة، بعد كده الطبق السفلي أربعة، بعد كده مجموعة الأطباق، بعديها الغطاء الداخلي أو القمع الداخلي، بعد كده الغطاء الخارجي أو القمع الخارجي، بعد كده حاجة اسمها صامولة الايه القفل. احنا كده عملنا عملية تركيب لمخروط الفراز. انا بركز على الجزئية ديت بالظبط اللي هو مخروط الفراز، لانه يعتبر مخروط الفراز هو اهم جزء من اجزاء الفراز، واللي من خلاله بتتم عملية الفرز، واللي من خلاله بتتم عملية الايه الفرز. يبقى انا كده المفروض ان انا عرفت حضراتكم مهارة تركيب مخروط الفراز. تمام يا اولاد؟ ده مخروط الفراز دلوقتي في صورة ان هو مفكوك، وانا دلوقتي ركبته ازاي؟ زي ما قلت دلوقتي، اول حاجة القاعدة انا بعيدها تاني لانها جزئية مهمة جدا، وزي ما قلت مهارة في العملي وفي نفس الوقت بتيجي في الجزء الايه النظري. فهعيد عليها للمرة الاخيرة، القاعدة يا اولاد، اتنين حلقة كاوتشوك، بعد كده الموزع، بعد كده الطبق
السفلي، بعد كده مجموعة الأطباق، بعد كده الغطاء الداخلي، بعد كده الغطاء الخارجي، بعد كده صامولة الايه القف. احنا كده ركبنا مخروط الفراز. طب لو عايز حد يقول لي ازاي نفك مخروط الفراز، ها تمام، سامع حد بيقول لي اخر خطوة في التركيب هتبقى اول خطوة في الفك، يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ نركز مع بعض شوي. حد بيقول لي اخر خطوة في التركيب هي اول خطوة في عملية الايه الفك، معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان انا اخر حاجة انا ركبتها كانت صامولة القفل، فلما نيجي نفك مخروط الفراز يا اولاد اول حاجة هنفكها صامولة الايه القفل، تمام، اللي هي دي. بعد كده هنرفع الغطاء الخارجي، بعد كده هنرفع الغطاء الداخلي، بعد كده هنرفع مجموعة الأطباق، بعد كده هنرفع الغطاء أو الطبق السفلي، بعد كده هنرفع الموزع، بعد كده هنرفع الحلقة الكاوتشوك، وبكده يكون احنا فكينا مخروط الفراز، تمام يا ولاد؟ يبقى احنا كده عرفنا كيفية فك مخروط الفراز مهارة، وكيفية تركيب مخروط الفراز. بنركز على المهارتين، مهارة فك مخروط الفراز ومهارة تركيب مخروط الفراز، نركز عليهم في الجزء النظري وفي الجزء اللي هو العمل، تمام يا أولاد؟ طيب بالنسبة لأنواع القشدة، طبعا القشدة تم تقسيم القشدة على حسب طريقة الحصول عليها لنوعين. النوع الأول من القشدة بيسموه قشدة الشوالي، اللي هو القشدة الفلاحي، وديت بيتم الحصول عليها من عملية ترقيد اللبن، سواء كان اللبن الجاموسي أو سواء كان اللبن اللي هو البارد. وبكل بساطة قشدة الشوالي يا أولاد هي اللي فيها بعد عملية الحلابة بيتم عملية الترقيد في الأواني من الفخار لمدة بتتراوح من 2 إلى 3 أيام، والمدة بتختلف على حسب يعني الموسم، قد تكون في الشتاء أو في الصيف، تمام. وبنحصل على القشدة اللي هو قشدة الشوالي، ونسبة الدهن في قشدة الشوالي المفروض ان هي بتتراوح من 50 إلى 60%. يبقى لما نيجي نتكلم عن أنواع القشدة تم تقسيم القشدة على حسب طريقة الحصول عليها لنوعين. النوع الأول اللي هو قشدة الشوالي، اللي هو القشدة الإيه يا أولاد؟ الفلاحي. والقشدة الفلاحي هي القشدة التي يتم الحصول عليها من ترقيد اللبن الجاموسي أو البقري، وتتراوح نسبة الدهن فيها من 50 إلى 60%. ده النوع الأول اللي هو قشدة الشوالي. بعد كده عندي النوع الثاني من أنواع القشدة على حسب طريقة الحصول عليها، اللي هو قشدة الفراز. طبعا لسه أنا موضح لحضراتكم شكل الفراز والمخروط، وقشدة الفراز هي القشدة التي يتم الحصول عليها من فرز اللبن الجاموسي أو البقري، والقشدة بتاعة الفراز بيقسموها على أساس نسبة الدهن لثلاث أنواع، تمام يا فندم دلوقتي؟ تمام يا أولاد معايا؟ يبقى ده بالنسبة للقشدة بتاعة الفراز. يبقى قشدة الفراز فيها ثلاث أنواع، قشدة خفيفة وقشدة متوسطة وقشدة سميكة. القشدة الخفيفة لا تقل نسبة الدهن فيها عن 15%، والقشدة المتوسطة لا تقل نسبة الدهن فيها عن 25%، والقشدة السميكة أو الثقيلة يا أولاد لا تقل نسبة الدهن فيها عن 35%. هنا السؤال ممكن يجي في امتحان آخر السنة يقول لي أكمل لا تقل نسبة الدهن بالقشدة الخفيفة عن نقط، يبقى حضرتك هتشوف القشدة الخفيفة نسبة الدهن فيها كان 15%، يبقى في النقط ديت هنحط الايه 15%، يبقى أنا